أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. جريمة مروعة هزت لبنان اليوم. هزت جريمة مروعة منطقة ميرنا الشالوحي، حيث وقع الشاب إلياس ضحية كمين نصبه له عدد من الشبان السوريين. فإن الشاب إلياس كان قد أقام علاقة مع نازحة سورية، الأمر الذي دفع الشبان إلى نصب كمين له وقتله. وتخوفت مصادر معنية من ردة فعل عنيفة من أهالي المنطقة، خصوصا بعد دفن الشاب إلياس بعد ظهر اليوم. تابعونا وسوف نوفيكم بأدق التفاصيل. شكرا جزيلا لكم.